هناك الآن اجتهادات أخرى، منها اجتهاد حول اقتسام الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية. هذه قضية لها وجهان، هل نريد العدل أم نريد الإرضاء؟ واش بغين العدل ولا بغين الإرضاء شي شخص معين أو شي طرف؟ الذي وقع هو أن المدونة قالت ترى فيها موجودة أن الرجل الزوج والزوجة لما يكونان مقبلين على الزواج يكتبان وثيقة ماشي في العقد منفصلة ويتفقان على صيغة، إما أنهم سوف يحتفظان بالذمة المنفصلة وإما أن تكون مشتركة وإما وإما ويتوكلوا على الله. هذا عندنا الأصل دي في باب الشركة في الفقه الإسلامي فيها كم. ولما يقولوا شركة الأعمال وشركة الوجوه، شركة الأعمال لما يشتركوا الناس في مشروع مثلا يقول اتحاد الصنعة واتحاد المكان حتى لا يظلم أحدهما الآخر، يشترطوا أن مثلا ما غاديش نديروا شركة ما بين مثلا واحد اللي عنده حرفة تدر عليه أموال كبيرة مع إنسان له حرفة من نوع، لأن هذا غادي يكون فيه ظلم. الآن احنا بغينا نديروا هذا، يديروا هما يفصلوا، هل ستكون الملكية مناصفة أو بنسبة ثلث مثلا ثلثين لهذا الشخص وثلث الآخر؟ لأن الله مثلا إذا كانت المرأة طبيبة مختصة وزوجها ممرض مستحيل يكون مناصفة، لأن الدخل ديالو كبر، دخل الطبيب الاختصاصي وهو يأتي بالمال إلى البيت ماشي هو دخل. على كل حال هذه كانت حل، يقولك الآن لا 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 ماشي. أول ما نديروش هذه القضية، هذه الوثيقة لا تكون مستقلة، ندخلوها في العقد، هذا المطلوب الآن ندخلوها. علاش؟ لأن تعلمنا نزوروا، هذا التزوير باش الراجل هو مشي يوقع على عقد الزواج بروحه وقع على عقد إيه. تهريب. هذا ما الذي منعك؟ لا الناس ما يبغيوش يشاور، بعض المرات ما يدير المرأة تحشم ولا تحشم الله لنا، واش غندير لها؟ ندير لها خور فلوس وبلك لنا حشمت هي، واش هذا منطق؟ خلينا احنا اللي ما عندناش المنطق، احنا ما عجبناش، انتم اللي عندكم العقل تبارك الله كبير تقبلوا بهذا. شنو اخر حادثه وقعت في الاسبوع الماضي؟ كنت تبعتوا انتم ولا لا؟ الا ما التقطوش وما يقول شي حاجه ما يتلفتوش مره. اخر حادثه وقعت في فرنسا الاسبوع الماضي، رجل فرنسي عنده خصومه مع زوجته على الملكيه المشتركه، ها ف داك النهار غادي يحكموا تحكم محكمه، مشات هي وعارف اللي غادي يديو له، دا معاه البندقيه قتلها وانتحر. شفتوا هذا ولا ما شفتوهاش؟ ما شفتوهاش، ما قالش يشوفوها هذا كاع، لان احنا نتكلموا هضره، هذا الواقع. لما نشوفوا عدد كبير من الممثلين ومن كذا ما يتزوجوش، لا يعقدون، بغيو المراه هكا. لما تكلموا على مثلا الممثلين الكبار، رونالدو ياك كنتوا نتوما تتبعوا فيه، ها شحال عنده ديال المال، اموال طائله، ما يتزوجش، عنده امراه يسميوها، وعنده ما نعرفش قريب 6 ولا 7 ديال الدراري الاولاد، شكون اللي يقول له ما تزوجش؟ تعرفوا شكون اللي كان؟ لأنه هو مرتبط بأمه، وقالت له الزوجة ديالو أمك هي اللي تدخل في حياتنا، قال بحال بحال العرب، لأن برتقيزي قريب ربما فيه شي أصل ديالها، قول له الأم ديالي هي السبب ديالي باش وصلت لهذا الشيء، عاد يسكت. لماذا؟ تقول له هذه الزوجة تريد أخذ مالك، صافي، لأنها ثروة كبيرة جدا، ولما تكون عندك المال كثير تولي خطير عليك، ما عندهاش مصلحة تبقى معك. لان انت بالنسبه للشرع اذا بقيت انت حتى تموت تدي الزوجه منك اما التموم ولا الربع، ولا هي نضت ودارت لك كذا مشكله ودارت لك تطليق وتطلق اختها. اليوم الان الشقاق دات كل شيء، علاش انا نقعد نستنى حتى ندي التموم ولا الربع؟ نمشي تدي له ذوك حقه وغدا تزوج ثاني واحد اخر وتدي له ثاني واحد اخر وواحد اخر ونديروا هذا مصر. هذا اصل هذا الشيء اولا فيه اكل اموال الناس بالباطل. ولكن المشكله هو يجيبوا لنا بعض المرات، راكم سمعتوا هذا، انا ما هضرتش فيه ولكن غادي نقولها لكم، وهو قول لك هذا كان عندنا
واحد العرف قديم سميتو ياش الكدو السعاية. الكدو السعاية أولا بعد السعاية ماشي عربية، تعرف شنو السعاية؟ ولكن الناس خلاوها لنا ووقعت في بعض المناطق وأخذها الناس من غير أن يتأملوا. الذين كتبوا في الكد والسعاية علماء، وأنا نقول لكم قرأوا بالنتال بعض الإخوان ديالنا الله يجزيكم بخير، قرأوا ما كتبه السي حسن العبادي رحمه الله في نوازل سوس، كتاب نوازل سوس، هذا صديق توفي رحمه الله بعد كان في المدونة هو وكان عنده هذا الكتاب، وكتاب مهم جدا، ويذكر بأن أن الكد والسعاية لم يكن متفقا عليها كل الناس في سوس، ولذلك ذكر العلماء الذين رفضوها قال لأنها تجري على غير طريق الشريعة في قسمة الأموال. هذه واحدة. ثم الكد والسعاية ماشي هي الشريفة مولانا، الكد والسعاية هو الاستفادة المرأة من ناتج الغل العمل، معنى الغلة فقط، ولكن إذا كانت هي اشتغلت مع الزوج ديالها في البيت تأخذ في الغلة قمح وكذا، ولكن ما تأخذش في الأرض، لا تأخذ في الأرض، لا تأخذ، هما دوروا يجمعوا كل شيء وتصوروا، ما كانش هذا، راه عندكم غير في الوهم ديالكم، ما كانش الكد والسعاية كان له. وأنا نقول هذا موضوع علمي، ما نقولوا لحنا غلطنا ولا، رجعوا له وقرأوا في كتب النوازل وكتب الفقهاء وترون ما قال في علماء فاس، وهذا عرف معروف عند ناس هنا وفي عند بعض الناس في جبالة وانتهى الأمر. الآن ماذا يقولون؟ يجب أن نعممه على جميع الحالات، وهذا يؤدي إلى محاذر. الآن ترى الآن كل من يحدثك عن المدونة قل لك أنا ما بغيتش كاع هاد المدونة غادي، لأن فعلا غادي ما كنا في المدونة. قلت أنا لواحد شوف ما يتعلق، وهذا نعطيها لكم وتالي كما تكون بأموال الناس أعطيها التيسع، كل أموال الناس أعطيها التسعة، لأنك تشعل شيء نار لا يمكنه حريق، لا يمكن أن تطفئه. ما معنى أنك الآن جيت أنت طلعت في المدونة في واحد المدى وكنت في جمعية وصفوا لك الناس وتديت لي رزق، هنا عنده الإنسان عمارة ولا جدي وكذا وكذا، جي غدا من غدا غير غلط تتزوج ولا شي حاجة، يعني عندها حقوقها الشرعية باينة، لا تدي النص ولا تدي الربع، أنا ما غاديش نقبل لك. علاش هذا المنهج اللي ديال تقسيم اموال الناس ما نجح حتى في دوله؟ علاش؟ ماذا فعل الناس من اجل تثبيت اشتراكيه في الجزائر، في ليبيا، في باقي شي بلاد؟ يقول لك الناس يدافعون عن اموالهم. يعني تقول لي نقسم التركه، انا نقسمها لك علاش؟ كنا في واحد الاجتماع يقول هما شنو عنده؟ اي حاجه، هذا شوفوا القاعده، اي حاجه خالفنا فيها الاسلام راها مزيانه، كانت صواب ولا خطا، انا غير نقولوا لا وصافي. قال لي واحد حنا كيقولوا نتكلموا على الارث ونديروا المساواه في الارث وكذا وكذا، انا كنت تلاجه السي محمد تفاهم معك، قلت له هذاك الارث ديال من؟ هذاك المال ديال من؟ ديالي انا، وهذاك شكون؟ ولدي. شكون هذيك؟ بنتي. وانت فين دخلك؟ شكون دخلك انت يا فاهم؟ انا قاصر انا نجمع المال وانت تفرقوا، ياك ما حسبك هذا المال ديال الدوله راك تهضر فيه؟ ديالي، هذاك ديالي، وتدخل بيني وبين ولادي ما تسلكش. ما سول الناس راه نعاج غادي تقبضهم وتجرهم وتدي لهم المال، اروح نوم في النمامه ديالك في شي اخرى، ما يمكنش. لذلك احنا نقول لكم الذين يحافظون على السلم في هذا المجتمع هم الفقهاء، لأن الفقهاء ما عندهمش شي حاجة أخرى، نحن نريد السلم لهذا البلد.